واحنا بنتكلم عن الأسرى اللي حصلوا على حريتهم واللي رجعوا حقهم، تحس بالمرارة كده، لأن احنا كمان عندنا أكتر من 120 ألف أسير سياسي ومعتقل سياسي داخل السجون المصرية خلال 7 سنوات، كل جريمتهم إنهم قالوا رأيهم، كل مشكلتهم إنهم دافعوا عن حقهم. بعضهم محبوس لحد النهاردة لأنه كتب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، البعض اتحبس عشان رفع إيديه بطريقة معينة أو رفع 4 صوابع في وش سيادة البي أو في وش الباشا، بعضهم محبوس عشان خاطر سيادة المخبر كتب فيه تقرير فخدوا حضرة الضابط فبعتوا للنيابة اللي قررت إنها تحوله للمحكمة، والقاضي طبعا بيحكم بعد ما بتجيله المكالمة. 120 ألف معتقل سياسي داخل السجون بيموتوا كل يوم 1000 مرة في ظروف احتجاز أقل ما توصف به إنها غير آدمية، ظروف قاتلة، ممنوعين من الخروج، ممنوعين من التريض، ممنوعين من الزيارة، ممنوعين من الأكل الصحي، ممنوعين من العلاج، ممنوعين حتى من الهواء، بعضهم بيموت. وشفنا خلال السنين اللي فاتت كام معتقل أو كام ألف معتقل بعضهم مصاب بأمراض مزمنة والبعض مات شهيد داخل السجن. في حملة خلال الساعات اللي فاتت للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنهم المعتقل السياسي أحمد دومة. أحمد دومة الناشط السياسي والشاعر المصري والمدون، واللي تم اعتقاله في 2013 وبيعاني خلال الأيام اللي فاتت من تدهور في صحته وتدهور في الحالة النفسية. أحمد دومة أحد من يقتلوا داخل سجون عبد الفتاح السيسي، أحد من يتعرض للموت البطيء والتنكيل بسبب آرائه السياسية. أحمد دومة أنا أعرفه شخصيا، يمكن اتربينا سوا، يعني أنا وأحمد من أبناء نفس المدينة أو نفس المركز في محافظة البحيرة. أحمد عايشته هو طفل وتزاملنا في إعدادي وبعد كده تزاملنا في ثانوي. أعرف أحمد وأعرف أسرة أحمد، وإن كنت أختلف مع أحمد في بعض الآراء إلا أننا نتفق جميعا في حب الوطن، نتفق جميعا في رفض الانقلاب على السلطة والالتفاف على الثورة. أحمد واحد ضمن أكثر من 120 ألف معتقل سياسي داخل السجون. أحمد عدى نص المدة ومن حقه دستوريا وقانونيا أن يتم الإفراج عنه، خصوصا وأنه معتقل على خلفية بعض القضايا السياسية. حملة توقيعات خلال الساعات اللي فاتت وقع عليها علماء وأطباء وسياسيين وحزبيين ونشطاء للمطالبة بالإفراج عن أحمد دومة تحت عنوان حرية أحمد دومة أو الحياة لأحمد دومة. احنا كمان بنضم اسمنا للأسماء اللي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة ونطالب بالإفراج عن أحمد والإفراج عن أي معتقل سياسي داخل السجون. الحياة حق والحرية حق، ما يقدرش أي حد أنه يسلب مصري من حياته أو من حرياته. الحرية لكل المعتقلين السياسيين، الحرية لأحمد دومة، الحرية لأي معتقل سياسي أيا كان اسمه أو انتمائه أو حتى أيا كانت تهمته الملفقة اللي بيحاول النظام خلال السنوات اللي فاتت إلصاقه أو إلصاقها بها.